حول تفاصيل اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، اليوم الثالث والأخير من محافظة كفر الشيخ، معنا على الهاتف سيادة اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ. سيادة اللواء، بعد التحية أولا نريد أن نطلع من حضرتك على أبرز تفاصيل المشهد الانتخابي على مدار اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية في محافظة كفر الشيخ. أهلا بك أستاذ أسامة وأهلا بالأستاذة سوزان. عاوز أطمن حضرتك النهاردة اليوم الثالث، النهاردة يفوق اليوم الأول ويفوق اليوم الثاني في الانتخابات. عندنا الاصطفافات كبيرة، عندنا زحمة كبيرة جدا، يعني المفروض اللجان هتنتهي الساعة 9، احنا هنقعد لغاية 10 ونص 11 على الأقل لغاية ما نقفل اللجان. في ناس كتيرة الحمد لله موجودين قدام اللجان الاقتراعية دلوقتي. حتى هذه اللحظة لم تسجل أي شائبة تعوق عن العملية الانتخابية، لم يتقدم أحد بأي شكوى، الأمور ماشية كويسة جدا، اللي زي ما احنا عايزين ده، وهو ده أصالة الشعب المصري اللي هو بيحتاج، واللي هو بيشوف مصر وبيقف جنب بلده وجنب ناس علشان ضد الاعدي وضد الارهاب ومع لصالح اولادنا الشهداء ولصالح التنميه والتعمير اللي بداناهم واللي بداها فخامه استاد رئيس الجمهوريه في الاربع سنين اللي فاتوا واللي ان شاء الله هنكملهم في الاربع سنين اللي جايين ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ على كل هذه التوضيحات.